بنصبح على حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. بنبتدي أخبارنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خسر من فريق سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. كمان فريق الزمالك خسر من فريق الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبكده بيحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، وبيتصدر باترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد 7 نقط والوداد المغربي برصيد 6 نقط. اختتم فريق المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني استعداداته امبارح لمواجهة أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها 19 واللي هتجمع الفرقتين الساعة 6 بالليل في العاصمة الكونغولية كينشاسا. وحقق المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا المدير الفني فوز كبير على المنتخب الكيني في الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اللي هتتلعب في السنغال بنتيجة 105-51. وخطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز من فريق أفرتون بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبكده بيحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وأفرتون في المركز 17 برصيد 22 نقطة. مانشستر يونايتد اتعادل 0-0 قدام فريق واتفورد في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واتفورد للنقطة 19 في المركز 19 وقبل الأخير. اكتسح فريق توتنهام فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي رفع فريق توتنهام رصيده للنقطة 42 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ليدز عند النقطة 23 في المركز 15. وريال مدريد حقق فوز صعب على فريق رايو فايكانو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني الليجا، ونجح ريال مدريد في تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وقف رصيد رايو فايكانو عند 31 نقطة في المركز 12. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لجوانا باسانت عشان يكملوا بقية فقرة صباح الخير يا مصر. إليك ليندا، أشكرك شكرا جزيلا.